واخيرا حل جميع مشاكل الكود بهيدا التحديث الجديد. حتى كمان عاملين بف وناف لاسلحه معينه، الامفور رجعت وقويه اكثر. خليكم معي تحضروا المقطع للاخر، وفي اشياء كثير حلوه. ان شاء الله تكونوا مبسوطين ومرتاحين. معكم اونست من قناة اونست ارت. هيدي كود مودرن وورفير اخر تحديث 1.64 تقريبا، عبارة عن 6 جيجا. انا هلأ عم بلعب على جهاز البلاي ستيشن. هيدي المشاهد من التحديث الجديد، عم بفرجوك نهاية كالديرا، واكيد كلنا الان ناطرين، ونزلت البيتا ولعبناها، وهلأ حترجع تنزل مودرن وورفير 2، فعم بيهيروا لك وعم بيحكوا لك انه حتنتهي الخريطة وحنروح على خريطة تاني. حاحكي باللي عم بيواجه بمشاكل الحزم حتى لناسخ اللعبة كمان حنحكي فيها، وحكيكم كمان على الاسلحة اللي محدثينها معدلين فيها ومخفضينها، او بعض الاخطاء كمان. هيدا هو التحديث، عبارة عن 5.7 جيجا، التحديث 1.64، هيدا اخر تحديث بعتقد لمودرن وورفير 16. حتى نحكي على الاسلحة الار اي والبليكس، عاملين لهم نيرف اي اس او والسي اكس باف، ام بي 40 مزبطينه، يو جي ام نيرف، وكل هالاسلحة اللي عم تشوفوها. في شغلة بدي احكي عنها، اي ماكس الام 4 كيوبي زاد والاودن محسنينهم، وحتى كل الشوتجانات قويين كتير كتير. فاذا هلا حتشوف كل العالم حترجع تلعب بالانفور، وانا اول واحد. بالنسبه اللي عم ينسخ الحزم من رفيقه او ناسخ اللعبه وعم بتعلق عنده، فهلا صلحوا بعض الاخطاء، يعني هلا ان شاء الله ما حتعلق معك وحتقدر تنسخ الحزم وتنسخ اللعبه. لعبها بعد في شهرين عبال ما تنزل وورزون 2. الحزم هي بتفوت على حساب اللي انت ناسخ منه، مش حسابك، حساب اللي انت ناسخ منه، وبتحمل الحزم من هناك، وما تحمل الحزمة اللي فيها القصة، طور القصة اول حزمة ما تحملها، حمل كل اللي تحت. هيدي بالنسبة اللي بده ينسخ اللعبة. وبدي احكيكم كمان بعد عن شغلة مهمة، الشغلة اللي كتير مهمة، اذا نسختك عربية والحساب رفيقك عربي، لازم تكون حسابك نفس الشيء عربي. اذا حسابك انجليزي والنسخة عربية ما حتزبط، ما حفيك تحمل حزم، حتى الستور ما بيفتح، المتجر ما بيفتح لانك انت ناسخ. فما بقى حدا يقلي انه المتجر ما عم يفتح معي، لان انت اصلا ما بتملك اللعبة حتى تفتح المتجر تاع كود. وما تنسى انه شو نسخة حسابك لازم تكون هي. هلا بتقلي انت قرص، حتى القرص اذا القرص عربي اعمل حساب دغري سعودي، اذا القرص ريجن قالوا ما في ابدا نهائيا لغه عربيه، اعمل حساب امريكي، حتمشي معك اللعبه بالقرص وامورك طيبه. هيدي هي الامفور لحتى تكون قويه كثير، اكيد حط لها البارل 16، باروده رائعه جدا وقويه لها كثير كثير كثير، بنزل داون، وحتى فيها لونج رينج رهيب جدا، وما فيها ريكويل، زيرو ريكويل. شو ما بتحتاجوا، شو ما بدكم، اكتبوا لي بالتعليقات، انا برجع جميع التعليقات. ما تحرموني من الاشتراك بالقناه، فقط بس اعمل سبسكرايب وما تعتلهم. يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله نشوفكم مقطع ثاني.